يحرص العديد من شباب الوطن على استغلال طاقاتهم ومعارفهم بما ينفعهم كالشاب عارف الحوسني الذي عمل على تطوير مزرعته العضوية. محمد عبد الله زار المزرعة وعد التقرير التالي. شغف كبير وهمة عالية، هذا ما نراه هنا في مزرعة الذرة العضوية للشاب الإماراتي عارف الحوسني الذي نتعرف إلى طموحه وتطلعاته خلال جولتنا في مزرعته. عارف الحوسني واحد من مئات الشغوفين بالزراعة، استطاع الوصول بمزرعته لمرحلة الإنتاج، حيث نشهد هذا النجاح في إدارتها وتسويق إنتاجها المحلي العضوي ليجذب بذلك الكثير من المستهلكين الذين أقبلوا على شراء هذه المنتجات، حيث عرفنا الحوسني على ما تضمه مزرعته من منتجات عضوية وغيرها إلى جانب رؤيته لهذه المزرعة. رأيتي في هذه المزرعة أن أنشأ مزرعة عضوية وفيها المنتجات من المحاصيل الخضرية وحتى محاصيل الفاكهة، تكون كلها منتجات عضوية خالية من الأسمدة والمبيدات الكيماوية. عندنا الحلال من المعز ومن الدواجن، بهدف أن توفير تنوع غذائي وكله ذا جودة عالية وقيمة غذائية عالية. الزراعة العضوية هي نمط يحافظ على البيئة والتربة والمياه، وبجانبها حرص الحسني على استخدام تقنيات حديثة كشباك الري وغيرها من تقنيات تسهم في إنجاح الزراعة. التقنيات اللي نستخدمها في زراعة الخضروات هي ثلاث، عبارة عن الزراعة الأولى في البيوت المحمية المغطاة بالشبك العازل الحشرات، الزراعة الثانية اللي هي في الأنفاق المغطاة بالجريل الزراعي، والتقنية الثالثة اللي هي الزراعة المكشوفة الحقلية. في جميع أنواع الزراعة نستخدم تقنية الري بالتنقيط، وهذا للحفاظ على الهدر، يعني ما نهدر الماء بكميات كبيرة وتقليل الإصراف. ومن الأشياء اللي نسويها في المزرعة اللي هو إعادة التدوير، يعني بعد ما ناخذ المنتج من المحصول ناخذ النبات نفسه نستخدمه كعلف للحلال الموجود عندنا. الشغف الكبير وحب الزراعة هي أمور قادت الحوسني إلى جني الكثير من المحاصيل والخيرات، كما أوضح لنا وسائل الدعم المقدمة له من الجهات المعنية. بديت المجال في المجال يمكن من حوالي 5 سنوات، والحين الحمد لله قدرت أني أوصل لمرحلة أن تكون مزرعة عضوية 100%، وهذا الشيء موثق ومعتمد من الجهات الرسمية في الدولة، وعندنا منافذ بيع وتسويق سواء من المزرعة مباشرة ولا عندنا عقد مع جمعية الشارجة التعاونية، والحمد لله حتى نحصل على نستفيد من مواد الدعم اللي تنزلها وزارة البيئة والتغيير المناخي. غرفة التعبئة هي المرحلة الأخيرة لهذه المحاصيل، حيث يتم وضع ما تم إنتاجه من مواد غذائية في هذه الغرفة قبل توزيعها. هذه الغرفة مخصصة للتعبئة، طبعا مبردة، وعندنا مكينة نستخدمها للتعبئة بشكل يعني يكون مناسب للحفاظ على جودة المنتج من المزرعة لين السوق، يتم المنتج في جودة طيبة. إذن بهذا يثبت الحوسني وعبر مزرعته العضوية تطلعاته الهادفة لإنجاح وإبراز مزرعته ومنتجاته، ليكون بذلك مثالا حيا على شغف الشباب وهمتهم العاليه.